فايزة عبد حسن حلوس، سني 41 سنة، سواقة نجم. ما كانش في مجال نروح مدارس واحنا صغيرين، كنت مسافرة مصر في مرة وكان معايا عنوان أصلا، فقلت للأستاذ وأنا ماشية كده بنقول له لو سمحت اقرأ لي دي العنوان مظبوط ولا إيه؟ ماشي. فرد عليا يعني ما رضاش يقول لي، فقال لي كلمة كده فخلتني ديت خلتني أصمم أنزل ما رحتش العنوان أصلا. رجعت تاني ما رحتش المشوار، رجعت تاني صممت إن أنا أتعلم. ورحت هنا القسم الليلي هنا وتعلمت وطلعت شهادة محو الأمية وطلعت بها رخصة القيادة بتاعتي. بلدنا بلد أرياف والشغل فيها قليل، وطبعا احنا أسرة يعني مكونة من 6 بنات وولد. العملية كانت يعني الأول أو في بدايتها كده يعني إيه مش قد كده. فطلعنا للشغل أنا وأختي الكبيرة، اشتغلنا في كل حاجة، اشتغلنا في البلد هنا وأنا صغيرة، اشتغلت في الأرياف يعني شغل الفلاحين وكده. وبدات كده طلعت رحت اشتغلت في مصنع طوب، وبدانا نشتغل في المعماره انا واختي الكبير، وانا عندي حب استطلاع اصلا. بقيت نقول للسواق بتاع الجرار طب ادهوني شويه، طب بتمشيه ازاي، طب نمسك الطره وهو يسوق، تعالي بقى نوريكي موضوع السواقه ونلففك لفه في البلد دي. ادينا يا فايزه اهو بقينا في العربيه، ايه الحاجات اللي انت بتشوفيها؟ اكيد بتتعرضي لمخاطر كتير. طبعا انا اول بدايتي في السواقه كنت رايح اشتغل في مصنع طوب، وبعد كده قابلت ناس هناك وعلموني السواقة واشتغلت معهم تباح فترة، احمل طوب ونزل طوب وكده. وبعد كده طبعا علموني السواقة، انا كنت رايحة متعلمة اصلا بس هم اكدوا عليا يعني في التعليم. وبعد كده طلعت الرخصة ماشي واشتغلت وركبت عندهم سواق فترة برضو طويلة ماشي. وبعد كده ربنا سهل الحال واختي كبيرة عندنا جابت العربية دي ماشي، وأنا شغال عليها بقالي فترة. أنا بقالي دلوقتي حوالي أكتر من 15 سنة سوا. تزعليش إن الناس بتتعامل معاكي كراجل طول الوقت؟ والله أنا دي شخصيتي، هي دي شخصيتي اللي ربنا خلقني بيها، بس أنا طبعا بنزهق. أنا واحدة ست ماشي وعايزاهم يعاملوني على الأساس دي. أنت بتطلعي على الطرق كتير، الدنيا أمان؟ طبعا بنمشي بالليل وبالنهار ماشي عادي خالص. نفسك في ايه يا فايز؟ انا نفسي نقابل سياده الرئيس. ليه؟ مقابلته في حد ذاته ماشي يعني حافز لواحده زي، مش عشان طلبات شخصيه ولا حاجه. والله السنه دي الدنيا بحالها، والدتي هي اللي سندتنا واشتغلت معانا وتعبت معانا كتير.